أدب وأمثال يا ربي ترزق الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الثانوية العامة في كل مكان. النهاردة هناخد مع بعض يا جماعة يونت 2، هنتكلم عن الكاونتبل اند uncountable nouns. ركزوا معايا كويس قوي في اللي هنقول النهاردة يا جماعة، في الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد، يونت 2 للصف الثالث الثانوي. حبايبي ركزوا معايا في كل كلمة هقولها النهاردة عشان الدرس طويل شوية وحابب قواعد مهمة جدا. أنا كاتبهم لكم بخط إيديا، فاحفظ بعد إذنك اللي هقوله كويس جدا النهاردة. الفاعل هي فاعل مفرد، والفاعل زي فاعل جمع، هي يعني هو، زي يعني هم. هي تاخد فعل مفرد، زي تاخد فعل جمع. تعال نشوف مع بعض كده شوية أفعال تيجي مع هي وشوية أفعال تيجي مع زي. هناخد الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد والأفعال اللي بتيجي معاها وتصاحبها. واحد، هي. هو يكون يا إسلام معناه إيه؟ هي إز. طب هم آر، ما ينفعش إز، يبقى زي تاخد ايه؟ ار. يبقى از يعني يكون، وار يعني يكونوا. طب وز كان، طب وير كانوا، طب دز يفعل، طب دو يفعلوا، هاز يمتلك، طب هاف يمتلكوا، بلايز يلعب، طب بلاي يلعبوا. يبقى دايما يا جماعه الفعل المفرد في اس، والجمع بنحذف اس المفرد من غيره، ما ينفعش احطها باس. ملحوظه؟ نحذف اس المفرد مع الفاعل الجمع. طبعا هو يكون هي از، هم يكونوا زي ار، يبقى جمع از ار، جمع ووز وير، جمع داز دو، جمع هاز هاف، جمع بليز بلاي. انتوا معايا يا جماعه؟ تمام، ادي اول ملحوظه عندنا النهارده يا جماعه. الملحوظه رقم 2، يلا يا كابتن كبر لي بس 2 شويه يا بنو. الملحوظه رقم 2 بيقول لي ايه يا جماعه؟ الكلمه وهي مفرد بتاخد ا او ان او ون، اما وهي جمع ولا تاخد ا ولا ان ولا ون. تاني، بنت يعني ايه؟ ا جيرل، جمعها جيرلز بنات. أبوي يعني ولد، بويز أولاد. أسكول مدرسة، سكولز مدارس. معايا؟ تفاحة أن أبل، تفاح أبلز. برتقانة أن أورانج، برتقال أورانجز. أن إيج بيضة، جمعها إيجز بيض. إذن يا جماعة الكلمة وهي مفرد بتاخد ا او ان. نلاحظ ان الاسم المفرد اللي يبدأ بصوت حرف ساكن ياخد ا، والكلمة المفرد اللي تبدأ بصوت حرف متحرك تاخد ان. وعند الجمع نحذف ا او ان، عند الجمع نحذف ا او ان. تستخدم ا وان وون مع الاسم المفرد الذي له جمع. كلامي واضح يا اسامة يا اسلام يا حلمي؟ آ وآن لازم يجي بعديهم اسم مفرد له جمع، عند الجمع نحذف آ أو آن. معايا؟ طب يلا ملحوظة 3 بيقول إيه؟ الملحوظة 3 بتقول الفرق بين هاو ماني وهاو ماتش. يلا، هاو ماني كم العدد؟ طب وهاو ماتش كم الكميه؟ هاو مين يجي بعدها اسم مفرد ولا جمع؟ طب وهاو ماتش يجي بعدها اسم مفرد ولا جمع؟ اسم ليس له جمع، اسم لا يعد. انا ينفع اقول يا جماعه كم عدد الطلاب اللي في الفصل؟ هاو ميني ستودنتس. كم عدد الكراسي اللي في الفصل؟ هاو ميني تشيرز. ينفع اقول كم عدد الاقلام؟ هاو ميني بنز. هاو ميني ستودنتس، كم عدد الطلاب؟ How many girls؟ كم عدد البنات؟ How many boys؟ كم عدد الولاد؟ How many classes؟ كم عدد الفصول؟ لكن ينفع أقول كم عدد المية؟ ولا كم عدد اللبن؟ ولا كم عدد الرز؟ ولا كم عدد الزيت؟ كل دي كلمات لا تعد. يبقى الزيت oil، واللبن milk، والinformation معلومات، والmoney فلوس،
كل دي اسمها انكا وانت بالناونز اسماء لا تعد، فتاخد هاو ماتش. بعد هاو ماتش ياتي اسم لا يعد، بعد هاو مين يجي اسم ايه؟ جمع. يلا خش على اللي بعدها. الفرق بين كلمه ميني وماتش وفيو وليتل. يلا يا استاذ، ميني يعني ايه؟ كثير العدد. وماتش يعني ايه؟ كثير بس مع الكميه. طب ليتل يعني، فيو يعني ايه؟ قليل العدد. طب ليتل قليل الكميه. دول يا جماعه شويه ميه قليلين، اسمهم ايه؟ اسمهم ليتل. وانا معايا قلمين، يبقى عدد قليل يبقى اسمهم فيو. يبقى فيو قليل العدد، ليتل قليل الكميه، كثير ميني للعدد. كثير للكميه ميه كتيره اقول عليها ماتش، يبقى ميني كثير للعدد وعكسها فيو. ماتش كثير للكميه وعكسها ليتل. لو حطيت لي ليتل يا اسلام اه تبقى كميه قليله كافيه، لو حطيت لي فيو اه تبقى عدد قليل كافي. يا عم حلمي تاني. تمام، فيو وافيو ابانوب. فيو يعني ايه؟ عدد قليل غير كافي. تحط لها عدد قليل كافي. ليتل حبه ميه قليلين غير كافيين، يبقى اي وونت مور، انا عايز اكتر يا اسلام. طالما عايز تاني يبقى العدد ده قليل وغير كافي، يبقى ليتل، يبقى الكميه دي قليله وغير كافيه. طب انا يا جماعه دول كفايه جدا، مش عايز تاني اكتر من دول، هو هي محبه صغيرين بس انا مش محتاج تاني. يبقى اقول دول ايه يا جماعه؟ ليتل، كميه قليله كافيه. يبقى لو قال لي اي دونت وونت مور، مش عايز تاني، يبقى دي كميه قليله كافيه، ليتل. عرفنا الفرق بين ليتل وليتل وفيو افيو. طب ما تيجي نراجع الخمسه تاني من غير ما نبص. شيل يا كابتن يلا، وهقول تاني من الاول. اي اسم مفرد، اي اسم ايه؟ مفرد له جمع، له ايه؟ اي اسم مفرد له جمع ياخد ا او ان، ياخد ايه؟ ا او ان. طب الاسم المفرد اللي ليه جمع يا جماعه ويبدا بحرف ساكن ياخد ا، طب واللي يبدا بحرف متحرك ياخد ان. الحروف المتحركه هي الاي والاي والاو واليو والاي. كمان مره يا جماعه، الاي والاي والاو واليو والاي تسمى حروف متحركه، تاخد ا ولا ان؟ ان. الاسم المفرد اللي ملوش جمع، ملوش جمع ما ياخدش ولا ا ولا ان. اي اسم ملوش جمع ما ياخدش ولا ا ولا ان. الميه والسكر والزيت والرز والسمنه والزبده والمعلومات والاخبار، نيوز هي جمع اخبار ايه؟ هي اصلا جمع، هي مفرد اخبار ايه؟ خبر. طب بالانجليزي اسمها نيو، يبقى كلمه uncountable noun لا تعد، اسم لا يعد. فهمت قصدي ايه؟ طب ماشي. ا وان، ا تاتي قبل اسم مفرد له جمع يبدا بحرف ساكن، ان تاتي قبل اسم مفرد له جمع ويبدا بحرف متحرك زي الاي والاي والاو واليو والاي. ادي واحد. اتنين، كم للعدد؟ هاو ميني. كم للكميه؟ هاو ماتش. كم للعدد؟ هاو ميني. كم للكميه؟ هاو ماتش. بعد هاو ميني يجي اسم ايه؟ جمع. اما هاو ماتش يجي بعدها اسم لا يعد، اسم لا ميني يعني ايه؟ كثير العدد، عكسها فيو قليل العدد. طب ماتش يعني ايه؟ كثير الكميه، عكسها ايه؟ ليتل قليل الكميه. انتوا معايا يا جماعه؟ عرفنا عكس ماتش ميني فيو، عكس ماتش ليتل. طب فيو وافيو، فيو عدد قليل غير تحط لها ايه؟ افيو عدد قليل كافي. طب ليتل كميه قليله غير كافيه، حط لها ايه؟ تبقى كميه قليله كافيه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. القاعده رقم 6 يا كابتن، القاعده رقم 6. يلا يا استاذه محترم، 6 ولا 7؟ ماشي. احنا خدنا ماتش ومين يا حلمي؟ بمعنى كثير. طيب ماتش بتيجي مع الكميه وميني بتيجي مع العدد. طب والوت اوف تيجي مع الاثنين، حلوه دي. طب ايه الفرق بينهم تاني؟ الوت اوف وبلينيتي اوف كثيرا من. اولا الوت اوف وبلينيتي اوف، الوت
وبليرت يجي بعدها اوف، وتاتي في الجمله المثبته، تاتي في الجمله ايه؟ معنى كده يا عم اسلام، معنى كده يا استاذ حلمي، ان كلمه ماتش وميني تاتي في الجمله المنفيه والسؤال. ماتش وميني تاتي في الجمله المنفيه والايه؟ الجمله المنفيه والسؤال. طب اديني سؤال، دو يو هاف ماتش ماني؟ ده سؤال. يس اي هاف ا لوت اوف ماني، ما قلتش ماتش. ليه؟ اصل لوت اوف بتيجي في الجمله المثبته. طب لو قال لك نو، نو اي دونت هاف، اقول ايه؟ اي دونت هاف بقت الجمله منفيه، اختار ماتش. نو اي دونت هاف ماتش ماني. في الجمله المنفيه اختار ماتش، في الجمله المثبته اختار الوت اوف، في السؤال اختار ماتش، في الاجابه المثبته اختار الوت اوف، في الاجابه المنفيه اختار يا ميني يا ماتش. مع ملاحظه يا شباب، بالله عليكم ركزوا، مع ملاحظه ان كلمه ميني وكلمه ماتش يمكن ان تاتي في الجمله المثبته بشرط ان ياتي قبلها كلمه تو وكلمه فيري وكلمه سو وكلمه از. الراجل ده معاه تو ماتش ماني، سو ماتش ماني، فيري ماتش ماني، از ماتش ماني، از فلان معاه فلوس كتيره للغايه جدا، اسمها يا جماعه يا تو يا سو يا فيري ماتش او فيري ميني او سو ماتش او سو ميني او تو ماتش او تو ميني. يبقى يا جماعه ماتش بتيجي مع الكميه، ميني بتيجي مع العدد، تاتي في الجمله المثبته بشرط ان ياتي قبلها يا تو يا سو يا فيري، يا تو يا سو يا فيري، وممكن اس كمان. الفرق بين سامو اني يا عم حلمي، سامو اني بيجي مع اسماء تعد او لا تعد بشرط سام بتاتي في الجمله، واني بتيجي في الجمله، سام بتيجي في الجمله، واني بتيجي في الجمله المنفيه. يا جدعان اي هاف سام ماني، لو عايز تنفيها اي دونت هاف اني ماني، مش معايا اي فلوس. ممكن اقول لك جمله مهمه، انا اشتريت عربيه، اقول اي باي، اي بوت ذا كار ولا اكار؟ اكار، لان ا تستخدم للتنكير والتعميم، اما ذا تستخدم للتحديد والتخصيص، وياتي معها وتاتي الكلمه قبلها ذا اذا ذكرت مرتين في الجمله، زي كلمه ايه؟ اي بوت اكار، انا اشتريت عربيه. العربيه كانت غاليه، ذا كار واز اكسبنسيف او از اكسبنسيف. اذا يا جماعه الاداه ذا، الاداه ذا تستخدم للتحديد والتخصيص. القاعده رقم 10، يلا يا بنوب. ذا تستخدم للتحديد والتخصيص. اقول اي بوت ا كار، انا اشتريت ايه؟ السياره بتكون غاليه، ذا كار از ايه؟ اكسبنسيف او فيري اكسبنسيف. اذا ذكر اسم مرتين، في المره الاولى يكون نكره وفي المره الثانيه يكون معرف ومحدد ومخصص. ناخد ايه في الجمله الاولى ونضع ذا في الجمله الثانيه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. القاعده رقم 11، كلمه جوب يعني وظيفه، تاخد ايه؟ اما ورك يعني عمل، ولا ياتي قبله ايه؟ جوب جمعها جوبز، ورك لا تاخذ ايه ولا تجمع. بس مستر في يونت 4 في يحيى حقي عمل اعمال ادبيه، منها قصه البوستاجي ذا بوست مان، اعمال ادبيه ليتراري ووركس تجمع فيها كلمه وورك. الله يبارك لك يا ابني. الاعمال الادبيه اسمها ايه؟ ليتراري ووركس. الاعمال الادبيه اسمها ليتراري ووركس. كلام في غايه الاهميه يا جماعه ويحفظ. طب تعال نبص كده يا جماعه على الملحوظه او الايه، القاعده رقم 12، هي الفلوس ما بتتعدش يا جدعان صح، وتعامل معامله المفرد. يعني كلمه ماني تاخد ايز، اما كلمه نوتس او كوينز تعامل معامله الجمع وتاخد ار. كلمه ايه يا اساتذه؟ كوينز وكلمه نوتس تعامل معامله الجمع يعني تاخد ار، والشعر ياخد ايز. لكن لو شفت شعريتين منفصلين عن الجسم اقول ار. منفصل عن الجسم ازاي يعني؟ يعني وانا بشرب الشوربه لقيت شعريتين. معلش مثال مقرف شويه بس مش مشكله، هيفهمك المعنى. كلمه شعر تعامل معامله المفرد تاخد ايز، اما اذا انفصل الشعر عن الجسم فياخد ايه؟ ار. وريني يا عمي،
12 تاني يا بنوب. كوينز عملات معدنية، نوتس عملات فضية، عملات ورقية. يبقى سواء كوينز او نوتس تعمل معاملة الجمع فتاخد ار. ماشي، اي تعمل معاملة الايه؟ الجمع. 13، الشعر اسمه هير ياخد ايز. امتى اقول اهير؟ شعرية واحدة. انت قول تو هيرز، شعريتين، بشرط ان يكون الشعر منفصل عن الجسم. اللهم بلغت اللهم فاشهد. الشعر عندما يكون منفصل عن الجسم يبقى اسمه ايز ولا ار؟ ار. لما يكون مثلا فين؟ في السوب، في الشوربة، في الملك، في اللبن. تمام كده يا جدعان؟ هناك شوية كلمات يا جماعة تعمل معاملة الجمع دائما، زي النظارة تسمى جلاسز، والحذاء يسمى شوز، والشراب يسمى جلافز، والبيجامة، والميزان سكيلز، والتراوزرز بنطلون، والسيسورز المقص. تاني يا جدعان، النظارة يا كابتن عدستين، والجزمة أنا آسف يعني شوز تسمى شوز فردتين، والسوكس الشراب فردتين، والجوانتي جلافز فردتين، والبيجامة قطعتين، والميزان سكيلز كفتين، وتراوزرز بنطلون فردتين. كلهم ياخدوا ار. معنا فاصل ثم نعود. حبايبي بنكمل مع بعض الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد. قلنا النضاره والحذاء والشراب والجزمه والجوانتي والبنطلون والمقص والميزان ياخدوا ار على طول. انت ياخدوا ايز يا جماعه اذا جاءهم قبلهم يا مستر حلمي ابير اوف. عايز اقول زوج من النضارات ابير اوف جلاسز ايز. طب زوجين يا بنوب تو بيرز. طب ثلاثه ثري بيرز. فهمتوا قصدي؟ إذا كلمة بير بتتجمع، بير جمعها، أما نضارة ما تتجمعش. هقول جمع نضارة إيه؟ نضارات، لكن بالإنجليزي جلاسيسيسيسيس ما تنفعش يا جدعان. كلمة جلاس آخرها اس اس اي اس، أحط لها اس كمان ما ينفعش. فركزوا بالله عليكم. يلا، عايز شوية كلمات في الملحوظة رقم 16 يا أستاذ. يلا، مالها الكلمات دي يا جماعة؟ هي كلمات يا أستاذ يا محترم من غير ايه ليها معنى، تحط لها ايه او ايه يتغير معناها. كلمه بيبر يعني يا جماعه ورق، ابيبر تبقى جريده او جرنان. كلمه حديد ايرون، طب مكوى ان ايرون. طب لايت ضوء، الايت لمبة. استدي يذاكر، استدي حجره المكتب. بلاي يلعب، ابلاي مسرحيه. كتاب ابوك، يحجز بوك من غير ايه. إذا يا جماعة هناك كلمات تحفظ، الكلمات دي يا جماعة تاخد إيه؟ تاخد إيه أو إن فيتغير معناها. فهمتوا قصدي يا جدعان؟ طب أنا عايز شوية كلمات من الملزمة يا أستاذ أبانوب لو سمحت. كلها كلمات تعامل معاملة المفرد. كلها كلمات تعامل معاملة المفرد. تنقسم الأسماء التي لا تعد إلى أسماء السوائل. بالله عليكم ركزوا معايا يا جدعان. المية ووتر، القهوة كوفي،
البترول او الزيت اويل، الميلك اللبن، سوب الشوربه، بلاد الدم، كلها كلمات uncountable nouns. uncountable nouns اسماء لا تعد. history تاريخ، physics الفيزياء، chemistry الكيمياء، biology احياء، geography الجغرافيا، psychology علم النفس. يبقى جميع المواد الدراسيه تعامل معامله المفرد. واحد السوائل، اثنين مواد دراسية، ثلاثة أسماء معنوية، الإكسبيرينس الخبرة، اللاك الحظ، الورك العمل، انفورميشن معلومات، حرية فريدم، بيتي الشفقة، نوليدج معرفة، كاريج الشجاعة، فخر برايد، أدفايس نصيحة. تسمى أسماء معنوية. الأمانة أونستي، الجمال بيوتي، المساعدة هيلب، الثقة بالنفس كونفيدنس، المتعة enjoyment، progress التقدم، evidence الدليل، patience الصبر، hope الأمل، homework واجب منزلي، happiness السعادة، peace السلام، poverty الفقر، love الحب، hatred الكراهية، unemployment البطالة. كل دي يا جماعة كلمات لا تعد. رياضات الايه؟ التنس والفوتبول والهوكي والفولي بول والسويمنج والسكواش. جميع الرياضات تعامل معامله المفرد. الغازات اكسجين، هيدروجين، نيتروجين، امونيا اللي هو النشادر، والكربون دايوكسيد اسم لا يعد ثاني اكسيد الكربون. اسماء اللغات يا جدعان تعامل معامله المفرد. انجلش، عربيك، فرنش، ايطاليان، سبانيش، جيرمان، فرنساوي، ايطالي، واسباني، وعربي، وانجليزي، وكل الكلمات دي كلمات لا تعد. الانشطه يا عم اسلام، ريدنج القراءه، سموكينج التدخين، رايتنج الكتابه، ستادينج المذاكره او الدراسه، شوبينج التسوق، ايتينج الاكل، كل الانشطه المختلفه. الظواهر الطبيعيه اسمها الناتشورال فينومينا، زي البر لايتنينج، زي الحار هيت، زي الامطار الثلجيه سنو، زي ثاندر الرعد، زي اللايت الضوء، زي الرين المطر، مطر، رعد، برق، حراره، امطار ثلجيه، ظواهر طبيعيه تعامل معامله المفرد. خد شويه كلمات مهمه. الامتعه بتاعت السفر، حقائب السفر، يا اما لاجج يا اما باجج، معدات اكويبمنت، ترافيك المرور، فرنيتشر الموبيليا، ماني النقود، كاش، ثم كلوزينج، ثم جماعة الجولري المجوهرات، ثم نيوز الأخبار، ثم الرابش القمامة، ثم الإلكتريسيتي الكهرباء. كلها كلمات لا تعد. الوجبات، اخر حاجه الوجبات رقم 10، بريكفاست الفطار، لانش الغداء، دينر وسابر الغد العشاء. كل دي كلمات يا جماعه لا تعد. تعال يا استاذه محترم، هات لي يا بنوب الفريق تيم، انزل تحت شويه الجدول اللي تحت يا بنوب، تيم الفريق، كوميت اللجنه، كلاس الفصل، فاميلي العائلة، أرمي الجيش، كامباني الشركة، كابل زوجان، كرو فريق عمل، كراود زحمة، جانج عصابة، جروب مجموعة، بوبوليشن سكان، ستاف فريق العمل، يونيفرسيتي الجامعة. الكلمات الآتية تشير إلى مجموعات، كلها يمكن أن تكون مفرد أو جمع. كل الكلمات دي يا جماعة المفروض ممكن تبقى مفرد وممكن تبقى جمع يا جماعة على حسب أنت قصدك إيه. قلت الفصل كله يبقى إيز. طب الطلاب اللي في الفصل يا كابتن حلمي؟ تبقى آر. الجيش إيز. الجنود اللي في الجيش آر. الجامعة إيز. الطلاب آر. فهمت قصدي؟ كلمات مهمة يا جماعة ويمكن أن تكون مفرد ويمكن أن تكون جمع. ملحوظة بعدها مهمة يا بنوب.
الكميات والمبالغ المالية والأزمنة والثمن والمسافات والوزن ودرجات الحرارة. تاني يا جماعة، 7 حاجات: 1 الكميات، 2 المبالغ المالية، 3 الزمن، 4 الثمن، 5 مسافة، 6 وزن، 7 درجات حرارة. خلاص يا جدعان، كل هذه الكلمات تعامل معاملة المفرد. 10 مليون جنيه إيز، 5 لتر بنزين فيلز، 5 كيلو إيز، 2 ساعة إيز، 55 هي درجة حرارة الجو النهاردة إيز. يبقى كل الكميات والمبالغ المالية والأزمنة والثمن والمسافة والوزن ودرجات الحرارة 7 حاجات تعامل معاملة المفرد يا جماعة. بس خلي بالك، قلتها لك، كلمة نودز وكلمة كوينز تعامل معاملة الجمع، مهمة جدا يا جماعة. كلمات آخرها إس يا بنوب وتعامل معاملة المفرد، كل اللي يشوفها يفتكر إنها جمع، زي كلمة الماثيماتكس الرياضات الرياضيات، والفيزيكس الفيزياء، والأثليتكس ألعاب القوة الألعاب الرياضية، والجيمناستكس، والبوليتكس السياسة، الكترونيكس الرياضيات الإلكترونيات، جينيتكس علم الوراثة، كاردس كوتشينا كام اسمها الجيمناستكس الجمباز، الميسلز مرض الحصبة، ايكونومكس الاقتصاد، ستاتكس علم الإحصاء، كلاسيكس الكلاسيكيات. كلاسيكيات هو دراسة لغة وأدب وحضارة روما واليونان القديمة. معايا يا جدعان؟ تعالى أنا عايز الجدول بتاع الكلمات اللي بنحطها من عندنا يا بنوب، يلا عشان نحول الكلمة من كلمة لا تعد لكلمة تعد. مثلا زي إيه؟ الخبز ما بيتعدش، لكن لو قلت رغيف، رغيفين تلاتة هيتعدوا، ألوف أوف بريد. الزيت ما بيتعدش، لكن لو قلت إزازة زيت تتعد. اللحمة ما بتعدش، لكن لو قلت كيلو لحمة، 2 كيلو لحمة، 3 كيلو لحمة. فهمت قصدي يا إسلام؟ يلا، السكر كيلو أوف شوجر، قبلها المعلومات أبيت أوف إنفورميشن، معلومة واحدة. الأخبار تاخد كلمة اسمها أن أيتم أوف نيوز، بند من الأخبار. النصيحة تاخد أبيس أوف أدفايس، نصيحة واحدة. القماش أبيس أوف كلوز، قطعة قماش. أبيت أوف بريد، قطعة خبز. أكيلو أوف شوجر، كيلو سكر. ألتر أوف ووتر، لتر مية. أمتر أوف كلوز، متر قماش. ألوف أوف بريد، رغيف الخبز، جمع رغيف لوفز، أرغفة. أبوتل أوف أويل، زجاجة زيت. بوتلز أوف أويل، زجاجات من الزيت. جام مربى، أجار أوف جام، برطمان المربى، جارز أوف جام. أتيوب أوف توث بيست، أمبوبة معجون أسنان. أشيت أوف بيبر، فرخ ورق. كلها كلمات لا تعد يا جماعة وتعامل معاملة المفرد. هات لي صفحة 10 يا بنوب، يلا يلا. عايز الأسماء لا تعامل معاملة الجمع دائما: البوليس، والبيبول الناس، والماشية كتل، والبقايا ريمينز، والأسلحة أرمز، والقوات روبس، والسلع جودز، والكلوزز ملابس. تعامل معاملة الجمع. تاني يا أستاذ، الملابس كلوزز تاخد آر، البوليس ياخد آر، والجودز والتروبس والأرمز والريمينز والكاتل والبيبل والبوليس. كلام في غاية الأهمية يا جماعة، تخلي بالنا منه كويس. الملحوظة بتاعت عيلة وان وعيلة بادي يا بنو بويتش: كل الكلمات الآتية يا جماعة تعامل معاملة المفرد. في المية، وفراكشن نسبة أو كسر. لا، أنا قصدي الأول each و everyone و everybody و anyone و anybody و someone و somebody. كل دي كلمات تعامل معاملة المفردة يا جماعة. كل بنت من البنات سينجز،
كل واحده في الكيكه is. Everyone has, someone has, everyone has, each of the students is. قصدي اقول لك ايه؟ قصدي اقول لك يا جماعه كل عيله بادي وكل عيله وان يعني everybody وone وanybody وanyone كلها تعامل معامله المفرد. دايما تعامل معامله المفرد. يلا يا كابتن هات لي اسئله يا بنوب. يلا من الورقه بتاعه الريدي، الورقه بتاعه الريفيو. عايز ورقه ريفيو. يلا يا استاذ اول سؤال بيقول ايه؟ على الاسماء لا تعد والاسماء التي لا تعد. لازم احفظ يا جماعه شويه الاسماء والكلمات اللي انا بحطها من عندي. اللحمه تاخد كيلو لحمه، a kilo of meat، او قطعه لحمه، a piece of meat، او شريحه لحمه، a slice of meat. والاخبار يا ابو حميد تاخد ايه؟ an item of news، بند من الاخبار. والزيت ازازه زيت، a bottle of oil. والشوكولاته a bar، a bar of chocolate، او a bar of soup، قالب شوكولاته او قالب صابون. يلا يا كابتن اول سؤال. تو ييرز يا عم حلمي. مستر باسم قال جميع الفترات الزمنيه تعامل معامله تاخد ايز. اشطب ار خليها ايز. حط لي خط تحت كلمه سولت. سولت يعني ايه يا اسلام؟ الملح ما بيتعدش، ياخد ايز ما ياخدش ار. يلا ماشي يا بنوب اللي خلصها. ثلاثة. في ايه يا استاذ؟ يوجد بعض الايه؟ الشعر في الشوربة. هير ات از. ات از يعني مفرد. يبقى يوجد شعراية في الشوربة اقول اهير. اشرب صم. اشرب صم. يلا يا بنوب. شيل واحد واثنين وثلاثة. خش على أربعة. وير از يور جلافز؟ جلافز يعني ايه؟ والجوانتي ياخد ايز ولا ار؟ عشان مستر باسم قال اي فردتين تعامل معامله الجامع تاخد ار. يلا خمسه. اللبن بيتعد؟ اذا ما ياخدش ار ياخد ايه؟ ايز. سته. ينفع اقول لك كم عدد الرز؟ اشطب مني خليها. يبقى هاو ماتش رايز. طب افرض عايز هاو ميني. هاو ميني كيلوز اوف رايز. فاهمها دي يا اسلام؟ كم عدد كيلوهات الرز؟ طب انا عندي صداع، عايز اشرب شويه قهوه، اقول اني ولا صم؟ صم كوفي. عشان اني بتيجي في الجمله المنفيه. طب تمانية. هاو ماتش باونس ولا هاو ميني؟ هاو ميني باونس، يا اما هاو ماتش ماني. تسعه. I'd like to buy a bar of toothpaste. هو معجون السنان يتباع في بر ولا تيوب انبوبه معجون سنان؟ اتيوب اوف تو سبيست. 10. كم عدد ارغفه الخبز؟ هاو ميني ليفز. غلط، خليها حرف الاو بس يا جماعه. ليف تبقى لوفز بالاو بس. طب النضاره ووز ولا وير؟ وير مش ووز. طب انا عايز شريحه لحمه تبقى ايه؟ هشيل كلمة سبيك واخليها سلايس او اكيلو او ابيس اوف ميت. 13. انا مش قادر اسمع اي شيء. I could hardly hear anything. طب ليه خليتها منفية؟ عشان كلمة hardly تعبر عن نفي. وشلت سم وحطيت anything. تمام؟ 14. Did he, did the TV set cost you many money؟ خليها ماتش ماني. لأن الفلوس يا جماعة ما بتتعدش، تاخد ماتش ما تاخدش ميني. طب هو اللبن يا جماعة بيتعد؟ يبقى مفرد يا جماعة، يبقى ياخد كام ولا كامز؟ كامز. 15 جملة على الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد. هذا هو جرامر يونت 2. يتحفظ صم. قدامنا حاجه يا جماعه وقت ولا لسه؟ تمام.
هات يا حبه اسئله تانية يا بنوب. يلا من الملزمه اللي احنا فاتحينها. اول خمس اسئله تشوز. يلا يا بنوب. صفحه 11. الناس تعامل معاملة الجمع، تاخد هاو ميني ولا هاو ماتش؟ هاو ميني بيبول طبعا. هاو نقط بيبول ار زير ان ذا تيم، كم واحد في الفريق يبقى هاو؟ هاو ميني. اتنين يا اسلام، كم عدد الثواني اللي في الساعة؟ ار 10 كيلو بتكون لونج واي تو ران، مسافة طويلة جدا في الجري، وربنا 10 كيلو المسافات تعامل معاملة المفرد تاخد ايز. 4 وود يو لايك ا كاب اوف تي، فنجان قهوة أو فنجان شاي ياخد كاب اوف تي. كام؟ وان اوف ذا بيجز ان ذا بوك، واحدة من الصفحات اللي في الكتاب تاخد معاملة المفرد طبعا ايز. هو قال واحدة وان ستة. وي ديدنت تيك نقط فوتوغرافز يسترداي، احنا لم نلتقط بعض الصور. سام فوتوغرافز سام، ما تجيش في جملة منفية يا استاذ. يبقى يا جماعة الإجابة مفيش إني ماتش، ما تجيش مع كلمة جمع، يبقى تاخد مني وربنا صح، ومني وماتش بتيجي في الجمله المنفيه، وليت ما تجيش انا معاك كميه، فهمتوا؟ يبقى الاجابه ايه؟ مني. اخلي بالي وانا بحل يا جدعان، حلوا كويس لو سمحتم. واي اسئله عندكم يا جماعه؟ باسم بي اي اس اي ام اي ال اس اتش ار اي اي اف 2011 @yahoo.com على الفيس. اي سؤال عندك ابعته لي، عينيا الاثنين هتلاقي يا اما انا يا اما مساعديني بيجيبوا لك اي اجابه انت عايزها. اشوفكم على خير ان شاء الله، وتحياتي ليكم من قناه الرحمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلمنا صنع اجيال.